عودة من جديد متابعينا، وقبل أيام عديدة ظهرت العديد من التقارير وأيضا الدراسات التي اجتاحت السوشيال ميديا بأن سكان العالم وصلوا إلى 8 مليار نسمة. المحامد والمفاسد والمميزات ومدى خطورة هذا التضخم السكاني، سعيدين جدا أنه يجيب على هذه الأسئلة الدكتور جبريل آدم جبريل، هو الأمين الأسبق لمجلس السكان. مساء الخير عليكم، نورنا يا دكتور. مساء النور وشكرا جزيلا لكم أسرة قناة النيل الأزرق، برنامج مساء جديد، شكرا لكم. مرحبا بك دكتور منورنا. وكما ذكرت يعني نهاد وذكرت التقارير بأنه زيادة نسبة السكان إلى 8 مليار نسمة، وهذه نسبة كبيرة جدا وعدد من المخاوف ما بين الإيجابيات وأيضا السلبيات. إذا تحدثنا دكتور عن العوامل التي تؤدي إلى زيادة السكان، تفضل. طيب، الحقيقة فعلا الرقم كبير جدا، ودائما الارقام بتاعت معدلات السكانيه العاليه بتأرق الشعوب، بالذات الدول الغنيه المستهلكه، فبالتالي الرقم كبير. هناك عده اسباب ادت الى زياده كبيره في عدد السكان، ومن ضمنها يعني من اكبر الاشكالات الهجره. لعل الهجره سواء كان بشقيها الهجره الوافده او الهجره الخارجيه، الهجرات الوافده، فدي من شأنها أن تزيد من معدلات السكان. بالطبع دائما الناس بيحاولوا دائما البحث عن فرص أفضل للحياة، بالتالي بتدفع الناس لحراك السكان الانتقال من مكان إلى آخر بغرض تحسين أوضاعهم الاجتماعية الاقتصادية وكذا وما إلى ذلك، فبالتالي بتدفعهم إلى الهجرة. لذلك يعتبر الهجرة برضو من أكبر الدوافع التي تؤدي إلى الزيادة السكانية. صحيح. وكثير من الدوافع يعني منها يعني تدني معدل الوفيات، يعني في كثير من الدول تجدهم إنه عدد الموارد في تدني، أو مثلا يعني عدد الناس الباقين على الحياة عدد كبير جدا جدا، الناس الباقين على الحياة، فبالتالي ده من شأنه برضو بيؤدي إلى زيادة سكانية. وكذلك يعني بعض الدول لديها برامج بتاعت صحيه رعائيه، الرعايه الصحيه الاوليه يعني تقدمت في المجال ده، فمن شانها انها هي ذاتها تدفع من تحسين الخصوبه ومعالجه المشاكل بتاعت الخصوبه والامراض المتعلقه بها. صحيح. فده جانب مهم برضو. ومن الاسباب الكثيره برضو يعني في عوامل، يعني مثلا عمالة الأطفال في بعض الدول أو الشعوب النامية دول العالم الثالث، يعني مرات كثيرة يعني في ناس بيشتغلوا، أطفال بيشتغلوا في سنين عمرية، يعني كثير من الدول تجد في الدول النامية ناس بيشتغلوا هم أطفال صغار، يلا دي بتدي الأسر إنه فرصة بتدخل بتحسن لهم دخولهم، فبالتالي الزوجين بيرغبوا في إنه يعني دائما يحاولوا ينجبوا أطفال، فدي برضو من الأسباب اللي بتؤدي إلى زيادة سكانية. صحيح، كلها يعني أسباب مهمة جدا وتؤدي إلى زيادة السكانية. دكتور جبيري، يعني من الأسباب دي العدالة الاجتماعية في توزيع سكان يعني على العالم، الدول الفقيرة بتختلف عن الدول الغنية. بالتالي الدول الفقيرة فعلا بتختلف عن الدول النامية، دائما الدول الغنية بترمي اللائمة للدول الفقيرة بأنها هي دائما يعني بتلبي لان هي ما قادره تحسن يعني اسلوبها او طريقه حياتها او اسلوب المعيشه بتاعتها، فبالتالي هي دول مستهلكه، يعني بترمي لها من الدول الفقيره هي مستهلكه للموارد، يعني المشكله فيها المعادله بتاعت الموارد، يعني دائما مفترض انه عدد الموارد يكون قريب لعدد السكان، في بالانس بين عدد السكان والموارد حتى تحصل موازنة. هي فرد يعني في موازنه حتى هي فرد ينال قسط من الخدمه ومن الرعايه ومن الدخل المناسب حتى يقدر يحسن نوعيه الحياه بتاعته بشكل افضل، يعني تحسين نعم. فرص المعيشه. نعم جميل. طب دكتور جبريل، يعني من الطبيعي يعني او دائما اللي يعتادوا عليه الشعوب انه كل 10 سنين ما بين 5 سنين بيتم يعني تعداد سكاني عشان الناس تعرف النسب، واحيانا بطريقه منتظمه او غير منتظمه. فاهميه التعداد السكاني
إذا تحدثنا تحديدا في السودان يعني، فإذا تحت الهواء ذكرت لي إنه نحن يعني زيادة التعداد السكاني عندها إيجابيات أكبر من السلبيات في السودان، إذا تحدثنا عن الأهمية وفي ليه إنها عندها إيجابيات أكثر من سلبيات، تفضل. طيب، بالنسبة للجانب المهم مثلا عندها أهمية، إذا كان الزيادة زيادة نوعية، نحن فعلا دولة زراعية ودولة يعني عندنا كثير من الموارد المحتاجة لقوة بشرية هائلة جدا، يعني احنا نقدر نستغل مواردنا دي. في الجانب ده محتاجين لزيادة سكانية، لكن زيادة نوعية. زيادة سكانية ده محتاجين لنا شباب أصحاء، ناس كوادر متعلمة وواعية. فبالتالي احنا محتاجين لكوادر، ده جانب مهم. في بالنسبة للشعوب النامية والدول دول العالم الثالث محتاجين انه هو يستغل مواردنا عدد كبير من السكان. هسه احنا العدد الموجود عندنا في السودان ده محتاجين لاضعافه، اضعافه عشان احنا نقدر نستغل مواردنا. خصوصا السودان يعني دولة كبيرة، يعني خصوصا انه السودان دولة كبيرة ودولة مستقبلة هي ذاتها، غير انها هي دولة كبيرة، دولة مستقبلة لعدد كبير من الوافدين. هي بقت السودان بقت دولة معبر لاكثر من 3 مليون عابر او مهاجر بيجوا عبر الحدود ويخش السودان. يعني السودان بقى استراحة للناس، استراحة محاربة لكثير من الشعوب في دول الجوار، فبيفتكروا انه الواحد بيجي من السودان وبيطلق، فده بشكل لنا احنا عيب ازاده. صحيح. عيب بالنسبة للزيادة بتاعت السكانية من الجانب ده. نعم، دكتور اسمح لي بالمداخلة دي، ذكرت انه احنا محتاجين إلى زيادة بتاعت سكان، ولكن السؤال الأهم، هل في ظل الظروف الاقتصادية يعني الأسر السودانية الآن هي عندها طفلين وثلاثة بتعاني معاناة كبيرة جدا فيما يخص التعليم، فيما يخص العلاج، فيما يخص المعيشة بشكل عام. إذا يعني قلنا زيادة السكان، من أين الدخل أو من أين يعني أولياء الأمور يقدروا يعيلوا الأطفال اللي هم ممكن يشكلوا زيادة في السكان في السودان؟ هل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية محتاجين إلى زيادة؟ والله طبعا إذا أزيلت الأسباب، يعني الأسباب التي مثلا ذكرتها من إحنا محتاجين لزيادة نوعية وليست زيادة كمية، يعني في أسباب كثيرة نحن مفروض نزيلها. يعني مثلا تحسين أول شيء معالجة الفقر، يعني الفقر ده من أكبر الآفات اللي بتحد من التقدم وتطور الشعوب. فنحن زي الفقر والبطالة، البطالة برضو يعني زيادة عدد الناس المتعطلين على العمل بقت كبيرة جدا جدا، وارتفاع زي ما قالوا معدلات الفقر وانتشار الأمراض. لو قدرنا نحن نزيل الأسباب دي محتاجين جد لزيادة في القوة في المورد البشري بتاعنا نحن، عشان نقدر نستغل مواردنا بشكل أمثل. كلام طيب، واحنا يعني في ختام فقرتنا معاك بدل السؤال الاكبر، يعني المخزون الاستراتيجي والموارد الطبيعيه المتاحه بتخزن للاجيال القادمه يعني على مستوى العالم، هل في خطوره حقيقيه من التضخم السكاني عليها؟ والله طبعا يعني فعلا في بعض الشعوب المتقدمه هي دائما بتضع في موازناتها احتياطات كبيره جدا في ميزانيتها، بتخط احتمال انه في زياده متوقعه لكم سنه لقدام، فبالتالي الزياده المتوقعه دي لازم تضع في الحسبان انه يكون في موارد يعني تلبي طلب احتياجات العدديه السكانيه الكبيره. صحيح. من المورد البشري ده. فنحن هنا في الدول النامي في دول العالم الثالث ما يعني نسبه للظروف اللي احنا مرينا بها الظروف الاقتصاديه صعب جدا عشان نقدر نعالج المعادله دي. طيب، لكن يعني لا بد من اتخاذ سياسات صحيح سكانية رشيدة، يعني زي ما السياسة السكانية حزبة من الإجراءات والقوانين والتشريعات التي تصدر يعني من الدول أو من الشعوب من أجل تحسين نوعية السكان. صحيح، حتى يعني يكون في عدالة يعني حتى يكون في عدالة عالمية، وأيضا نخلي يعني مخزون للأجيال القادمة. احنا شاكرين لك جدا دكتور جبريل آدم جبريل، الأمين الأسبق لمجلس السكان، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لأسرة قناة النيل الأزرق و برنامج مساء جديد، شكرا جزيلا. شكرا. الله يبارك. شكرا لك متابعينا، يعني فاصل قصير ومن ثم نعاود لاستكمال فقرات المساء، فابقوا معنا.